عفوت حكيم رئيس المجلس البلدي حد سوالم. هذه الفكرة جات مبادرة ما بين المجلس البلدي والسلطة المحلية وكذلك بالتنسيق مع شركة صوفيا سكن اللي الممثل ديالها كيتواجد بأرض بتراب البلدية والمصنع كذلك تهو بتراب البلدية اللي غيستافد من هذا الممر. أولا غنبداو ببلدية حد السوالم ومن بعد باشوية حد السوالم والدرك الملكي والمقاطعتين الأولى والثانية وكذلك المستوصف البلدي ديال حد السوالم. التكلفة ديال هاد المنتوج لا يتجاوز 1,500,000 درهم 15,000 درهم. الاسم حواس فوزي، مسير وصاحب شركة صوفيا سكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر هاد القناة ديال لوسات تي في على المجهود اللي دارت وعلى التنقل باش تجي باش تشجعنا وتنقل الأخبار اللي كاينه دابا عندنا في حد السوالم. هذا واحد الممر ديال التعقيم ديال الراجلين اللي درناه بشراكه مع المجلس البلدي وتشجيع من السلطه الداخليه. ولله الحمد هذا الممر هذا استطاع انه يخلق لنا مناصب شغل في ظروف في ظل هذا الركود الاقتصادي اللي كاين. فالحمد لله بفضل التصنيع ديال هادو تمكننا باش نحافظوا على واحد مناصب ديال الشغل. فما كانش هذا هو الاول المنتوج الاول ديال الشركه، المنتوج الاول كان هو هذا الماسك الطبي هذا اللي استطعنا باش نصيبوه اللي هو كيف كتشوفوا مصوب من الفوركس بلاستيكي قابل للتعقيم 100%. ف الحمد لله كنبغي نقول للمصنعين بانه شركه صوفيا سكن راح الاشاره شارك معهم التجارب والخبره اللي وصلنا ليها. يعني احنا مادين يدينا لاي واحد بغى يصنع او يصوب في اي منطقه واحده اخرى يمكن يتواصل معنا، يعني يجي عندنا او يتواصل معنا عبر المواقع الالكترونيه. فاحنا مادين يدنا لاي واحد بغى يصوب بحال هذا الممر وشكرا لكم.